معاك صديقك كان في السودان، أنا جاد كريم خضر الإمام من الخرطوم. صراحة أنت راجل، يعني صراحة رجل ورجال وغليل والله يا أخي. أنا طبعا متابع لك في الفيسبوك طوالي وكده، ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا بجد يعني لا صادفت ناس كتير، لكن يعني زول في أخلاقك كده ما شاء الله تبارك الله، وزول في مروتك وشهامتك ومواقفك النبيلة ما شاء الله. ربنا يحفظك إن شاء الله.